أنا لا أريد أن أقضي على قيام الشيعة بالإفراط والتفريط والجهل والعصبية، فالشيعة قد دفعت أثمانا باهظة نتيجة فتاوى المتشددين من أمثالكم، فأنتم لم تأخذوا بعين الاعتبار الظروف وأحكام الضرورة. وإذا قلنا إن دم مسلم بن عقيل في أعناق أمثالكم فلا إغراق ولا مبالغة في القول، فأنتم لم تسيروا يوما على الصراط المستقيم، لا في كربلاء ولا في عين الوردة ولا اليوم. إما الإفراط وإما التفريط، هذا هو دأبكم دائما. فإذا كنتم حقا شيعة الإمام علي، وإذا كنتم تريدون لهذه الشجرة التي ترعرعت وارتفعت أن تعطي ثمارها بعد 30 عاما من الهزائم والدماء الزكية التي سالت على أرضها، فاذهبوا واختلوا بأنفسكم وربكم ولا تتدخلوا بعد اليوم في أمور لا علم لكم بها.